فيتوريا كمان بحسب معلوماتنا هنا في رقم 10 انه هيشارك في اختيار مدير فني المنتخب الاولمبي. وده اقتراح حتى كان رايي من فتره، انه بما اننا هو راجل هيشتغل مع منتخبات الشباب والمنتخب الاولمبي، فمهم جدا بما اننا لسه ما اخترناش مدرب للمنتخب الاولمبي، ما الراجل يحط ايده في ايده وهو اللي يرشح، واحنا نشوف هنوافق ولا لا. ما هو المنتخبات اللي لازم تكمل بعضها. أيوة. الجزر اللي احنا دايما شغالين فيها، كل واحد شغال لوحده، المنتخب الاول شغال مع نفسه، المنتخب الاولمبي يطلع منه لعيبه او ما يطلعش، احنا مش موجودين والناشئين والشباب. بص الفكره حلوه، يعني اهم حاجه في اللي انت بتفكر فيه التطبيق. ليه انت مهم؟ مش يعني مش تمسك برايك انك هتجيب مدير فني، انت لا، انت بترشح. أيوة. واتحاد الكوره بيرشح. مظبوط. وبتوصل لاتفاق. صح. الاتفاق اللي توصل بيه سواء انت اللي جبته او اتحاد الكوره لازم تشتغل معاه. مظبوط. لانك انت لو ما نفذتش اللي انت بتفكر فيه، يبقى انت ما عملتش اي حاجه. صحيح. خلاص، زيك زي اللي قبلك زي اللي قبلك. كمان انا مش عايز الاولمبي بس، انا عايز الشباب كمان والناشئين. انزل للمراحل دي كلها، كل ما يبقى عندك لعيبه بتشوفهم اكتر تقدر تستفيد منهم. بس عشان يمكن الاولمبي الاقرب، لا، ومنتخب الشباب ومنتخب الناشئين عندهم مديرين فنيين، فممكن مديرين فنيين مصريين، فممكن يتم التعاون معاهم، يشتغل معاهم بخطط تتحط له خطه يشتغل معاه بيها. صح. انت النهارده بص، فكره المدير الفني انك انت بتعاقد مع مدير فني 4 سنين، دي خطوه مهمه جدا. صح. خطوه مريحه. صح. هو الراجل هيشتغل براحته، ما فيش ازعاج، ما عندوش اي مشكله، لكن هات له كمان كل المنتخبات. ونفسر ده ليه؟ عشان السنه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه مع منتخب مصر الاول هيبقى بياخد لعيبه من تحت. ما هو من بعد سنتين يا كريم، على كلامك ده، عندك اللعيبه مستوى السن. صح. واللعيبه اللي ما بتكملش، اللعيبه لازم يبقى عندك لعيبه صغيرين تقدر تستفيد منهم، تقدر يكون عندك خبرات كتيره بتحطها. يعني النهارده انت لو هتلعب ماتشات وديه، ليه ما تاخدش معاك 2 من الناشئين على 2 من الاولمبي، تستفيد منهم. صح. في وسط الناس اللي انت بتشغلهم. صح. في وسط المحترفين اللي انت جايبهم من. صح. من انا مش عايز دور فيتوريا مع المنتخبات بس، مع الانديه كمان. لان انت بتبص على الاهلي والزمالك، 2 برتغاليين. ليه ما يبقاش فيه كمان تنسيق في كل حاجه؟ مزبوط. في ملفاتهم. مزبوط. في الاصابات، الكم الضخم من الاصابات. في شكل التدريبات على فكره مهم انك انت يبقى عندك كله يكمل بعضه. عشان توصل لمنتخب يستمر. انت بتعمل منتخب مش 4 سنين بقى، انت بتعمل منتخب 20 سنة. مظبوط. لان انت الخطه دي بتكمل بعضها. صح. لان طول ما انت ماشي بخطه في تواصل ما بين المدربين، والناس تحترم بعض، والناس تفهم فعلا ان انت عندك مدير فني كبير. هو بص، فوارق المدربين فين؟ في الاسم. الاسم كبير، فانت اللعيب بهابه الناس المعاونين بتبدا توفر له، فبيبدا يبقى معاك مستمر. صح. لكن لو انت شايف المدرب ضعيف او مش قوي او مش معروف، كل دي عوامل ما تنجحش اي حد.